حاليا بداية العودة للتألق للملك فرانشيسكو. فرانشيسكو يواجه الحارس جاتسي، من سينجح في هذه الكرة؟ جود يتقدم فرانشيسكو، الكرة في البورتا، جول فرانشيسكو، سجل فرانشيسكو، يؤكد سجلها المثالي أمام فريق كاليري، يحرز الهدف رقم 15 له في مرمى هذا الفريق، والهدف الثالث في هذا الموسم. بكل ثقة بكل ثبات تورتي سدد كرة في منتصف المرمى، وكرة تورتي استقرت داخل الشباك. خادع الحارس أغاتسي تعامل مع الكرة بكل جدية بكل قوة، وكرة تورتي في الشباك. تورتي كان هو وراء الركلة، تورتي هو من تصدى لهذه الركلة، تورتي هو من يسجل الهدف، تورتي هو يتألق ويحرم روما من هدف ثاني ويبقي أمام روما. رأسية خطيرة، الهدف الثاني، الهدف الثاني، بيروتا، بيروتا دائما يسجل في كاليري، دائما يتألق أمام كاليري. إذا كان غاتسي حرم الدالية ليدي روسي من هدف ثاني، فإنه يقدم الهدية لبيروتا، وبيروتا يسجل. بيروتا دوما يتألق، دوما يسجل في شباك كاليري، حتى الكرة تحبها أمام روسو بلو. هذه الكرة تهيئت، كرة كانت سهلة بين يدي الحارس غاتسي، تهيئت أمام بيروتا، وبيروتا بلمسة، شكرا غاتسي على هذا، ويسدد كرة راسية لو كانت في المرمى لاهتزت شباك كاليري بهدف ثالث. التمريرة من ياسر الدلاك، الثالث 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 الثالث، جول 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 جول، منيسي سجل الهدف الثالث، الثالث جول بطريقة رائعة عن طريق منيسي. تكلمنا بمراوغات النجم البرازيلي رونالدو لما ينفرد مع حراس المرمى، هذه طريقة رونالدو. لكن مينيز الموهبة الفرنسية يبدع، يتلعب بأغاتسي، يسجل الهدف الثالث. روما يتقدم بثلاث أهداف مقابل لا شيء. شوفوا الانطلاقة، شوفوا المرور، شوفوا الأناقة، الإمكانيات، المهارة، الإبداع.